ربي خلق كل شيء بميزان، بالعدل ما يطغى إنسان على إنسان. ربي خلق كل شيء بميزان، بالعدل ما يطغى إنسان على إنسان. واليوم الشر في كل مكان، جدنا طعم الأمان. ضرب الإهانة أو التعنيف ما عمره يجيب أي وسيلة في تربية الأطفال، بل بالعكس رح يخلف عندهم آثار سلبية كبيرة هلبة. وفي حلقة اليوم من برنامج الميزان سلطنا الضوء على هذه القضية، تابعوا مع بعض. التعنيف ضد الأطفال يعتبر شيء غير صحيح، والذي يكون من قبل الوالدين أو المربية أو المعلمين أو المجتمع أو من مقدمي الرعاية حسب قولهم. الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً والذي يترتب عليه جيل عنيف ولا يملك الثقة في نفسه. معقولة سفر؟ تولي قرأي اللي تقروا فيها وين؟ تعال هنا شن تضحك؟ حيوان؟ معقولة؟ مدرسين خصوصيين درت لكم، عبلات جبت لكم، كل شيء وقاعد ضعيف، وانت شني؟ هذا المواطن مستغرب من الموقف. والله قلت ما ينفعش فيهم، هذوما ما ينفعش فيهم. إذا شو بنعاقبهم؟ درت لهم مدرسين خصوصيين، درت لهم عبلات، درت لهم واحد ما فيش فايدة. فاهم ولا؟ مدلي راسك توا جل. والله يفددوني قسم بالله. ها هذا ابوكم مصلحتكم، راهو يعرف مصلحتكم. والله ما يعرفوا مصلحه، يعرفوا واحد 24 ساعه هات لي وجهك تو هكي. معليش بني خلي شو شنو الحاله هي. ها وسع بالك. معليش والله وسعنا بالنا، ينفع والله ينفع. المعقوله هكي؟ اسمع تفضل زي اللي يضحك لي، تفضل. مش عاجب الحال خيرك انت، مش عاجبك الحال ولا تعال هنا. ها بالله يعني. بالله عليك المعقوله هكي يا راشد هكي بالله جايب لي صفر. معلش المواطن يحاول الدفاع عن الاطفال. قلت ما قرينا، قلت ما فيش حاجه نقصدكم. البحر مشوله في الصيف، تونس مشولها، تركيا مشولها، ما فيش حاجه ما نقصت عليهم. القرايه هذه توي ينفتحوا شوي شوي شوي. طال هذا اللي اسمع، اللي جاي من الاول جاي من الاول، اللي جاي متعلم جاي متعلم يا ولد عمي. والله يلا تعال هني، تعال قعد هني، اوقف هني، اوقف هني، تعال انت هني، تعال اوقف هني. شنو الحاله هي؟ والحيره كانت واضحه في المكان. اقروا الزوز وتعلموا، باهي الدنيا ما فيها شيء، تعلم واكبر طول دكتور مهندس. شو بتطلع؟ شو انت بدي تطلع حبيبي؟ صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح بويا؟ ايوه تعلموا اقروا، في الصيف العبوا، في الراحه العبوا، اطلعوا جيل ما شاء الله عليكم. باهي بابا. ايوه انتم ما ينفعش والله، انتم اللي بتبنوا البلاد توا، مش احنا اللي بنبنوها البلاد. انتم اللي بتبنوا البلاد توا، مش احنا اللي بنبنوها البلاد. فعلا نبوا جيل كويس يبني البلاد، بس مش بهذه المعاملة. 24 ساعة وين يجيبني في مدرسة إنجليزي؟ 24 ساعة خليه مك هكي بس مرة ثانية. والله يحشموني مع البلاد، دورة دورة ماشي جاي على البلاد، دورة دورة ماشي جاي على البلاد. أقعدك إيه؟ والله يلا شنو هذا؟
لا يعفي عليها توجينا كحني خاطرنا يا سيما توا احنا وجوهنا ما عندناش كذاك خطا قال لي بشويه يا استاذ والله والله جينا كحني ابو درسين خصوص والله ينعيت انا اللهم صل وسلم عليه اقسم بالله العلي العظيم اكبر غلطه تدير فيها في حياتك اقسم بالله العلي العظيم اكبر غلطه تدير فعلا هذا اكبر غلط صل على النبي اللهم صل على محمد يا حال يا حال يا حال 30 سنه وين يصير يصير في زي تو والله لا قود هذا الفصل الاول مازال الفصل الثاني تعال تعال لا يقرا وخلاص يعني احنا تو قلنا باي باي تعال قدره ما قدر راه ما جيش راه احنا قلنا لك تو جيناك احنا على خاطرنا على خاطرنا فوتوا والله على خاطر عمامك بس باي تعال جيبهم جاي خلي بحدايا لا لا معلش سؤالي نبي بحدايا سؤالي يبلى معلش لا لا معلش تعال هنا تعال اقعد هنا اقعد غادي تصادم معلش خليهم هنا بالله قاعد بزعك قاعد السلام عليكم السلام عليكم يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم وهذا اللي نبوه احنا هذه الإنسانية وهذا الخير اللي نبوه هذا الخير اللي قاعد في بلادنا تحياتي بالله للناس الطيبة يا يعطيكم الصحة إن شاء الله السلام عليكم السلام مساء الخير شو أخبارك؟ طبعا سامحينا اول شيء يبارك فيك والمشهد اللي صار قدامك هذا هو مشهد تمثيلي من برنامج الميزان واللي طرحنا فيه قضيه التعنيف الاسري شفت اللي صار قدامك نبغى رايك في الموضوع والله اللي شفته صحيحه كان طريقه سلبيه جدا مفروض ما تكون شكر بيت صغار لو هي صح كلمه الصفر بتوجعك انك عيل مقراش وانت تعبت عليه لكن مش بطريقه سلبيه هيك في طريقه ثانيه نقدر نحرمه من الالعاب نقدر كذا نقدر نزيد نعطيه جهدي اكثر واكثر مش لدرجه اني انا نعاقب الولد ونشده من ودنا قدام الشعب ويعني ونعاقبه لا هيك طريقه سلبيه هيك العيل ما ينجحش تمام برايك هل في مجتمعنا منها الفئه هذه من الناس اكيد اكيد توصل حتى للعنف الضرب انا ما نضربش ولدي مره اثنين ثلاثه لن نخلي ولدي يحب القرايه ويتعلم ويقرا بارك الله فيك طيب ان شاء الله شو اخبارك طبعا المشهد اللي صار قدامك هذا هو مشهد تمثيلي من برنامج الميزان واللي طرحنا فيه قضيه التعنيف الاسري شفت الموضوع اللي صار قدامك نبغى رايك في الموضوع اول حاجه نشكر برنامج الميزان على هذا الموقف اللي داروه قدامنا يختبروا فينا معناها ويوروا فينا كيف تكون تربيه الاطفال التربية الدراسية يعني ولكن بصراحة احنا الموقف اللي صار قدامنا ما عجبناش وكلنا مش هذه هي تربية الأطفال الدراسية التلميذ أو الطالب يجب انك انت تعامله بكيف هو يحب المدرسة وكيف هو يتعود على المدرسة وكيف هو حتى يغلط تفوت للغلطات وتعرف كيف تصلح حالها وتعرف كيف تتعامل معها في تصحيح غلطاتها الدراسية والله قلة فهمها ولا درجاتها الضعيفة تكتف لها من يعني تساعدها تكتف لها من دروس خصوصية تعلمها تراجع لها لكن مش تعامله بالمعاملة العنف هذه برأيك هل في مجتمعنا فعلا في ناس يعاملوا في أطفالها بالطريقة هذه؟ والله للأسف الشديد فيه ناس شفت شيء شفت يعني والله مجتمعنا شفت حالات سابقة يا ودي يعني كان قابلني في الشارع ما هو شو المدرسة ممكن نتعامل معاه معاملة تانية والله يعني ما بصراحة ما قابلني الحشمي لي تعال علي وقف حيوان مصر هون مصر تعال احد اخوك تعال احد اخوك تعال احد اخوك تعال ها خلص صعد وصار اول تدخل من المواطن لا ما يجيش هيك حاول هذا لازم يتعاقب تعال هنا تعال على رسول الله يا راجل لا خلاص صغير شري هذا يا راجل تبهدل محاسبيني كان ما ربيت اسوي غلطه بالربيني باي ما عرفت لي معقول اجيب لي زفت صلي على محمد جيب الزر زفته ارسل لي على محمد ما يجيش والله ما حسبوني قدام الناس يا رجل هذا حول هذا ما يجي لك قبل عصا يا رجل شو شري حول كل الموجودين دافعوا على الأطفال جيب حول جيب هنا انت خيرك انا متخوف باي برا الإدارة برا هام الإدارة صغار يا رجل حلوة جيب الزر زفته يا رجل شري هذا تعال هنا جيب الولد تعال جيب اسمع
تعال سيبها هنا. المواطنين اخذوا منا الصغار تفاديا لتعنيفهم امام الناس. تعال سيدي غادي ارحل ارحل سيدي هنا تعال تعال هنا قام يا سالي قام وربي يحفظكم ربي يحفظكم وصفحونا سامحني. عليك السلام ورحمه الله. نهارك سعيد. سامحنا وترناك وعصبناك شويه. لا ما فيش مشكلة. الله يسلمك. طبعا المشهد اللي صار قدامك هذا هو مشهد تمثيلي من برنامج الميزان واللي طرحنا فيه قضية التعنيف الأسري. شفت اللي صار قدامك، نبوا رأيك في الموضوع. والله رأيي في الموضوع ما عجبنيش ولي الأمر كيف تصرف مع الصغار قدام الطلبة زملائهم وقدام الناس اللي جاي تروح بصغارها. فحاولت أني نتغاضى من حساب حاجة عفوية لكن لقيتها يتمادى فنفسيتي ما تطنيش. وجيت وتصرفت وفكيتها حاولت نحزها منهم. وين لقيتها بيدوي معي هل بحاولت نرفع للإدارة باش لأن الإدارة تقرأ ما شاء الله نظامها كويس معروفة وتتعامل مع ولي الأمور اللي متعصبين واللي بصورة كويسة. فما عجبنيش الموقف تصرفت عليه تصرف اللي لازم أفصل منه الصغار. أكيد. برأيك هل في مجتمعنا فعلا أولياء أمور يعنفوا في أطفالهم؟ فيه ولكن إن شاء الله فيه الأحسن. وهالشيء هذا حسب يعني احنا ما درنا استبيان انه يقولوا احنا لا انا ولدي نضربه باش نربيه ونضربه باش كذا، هل هو الضرب هو وسيله للتربيه؟ لا مستحيل، لازم انت تعلم ولدك تعلمه في بيتك قبل المدرسه والمدرسه تساعد. والمدرسه تربي حتى هي لانها مؤسسه تربويه تعتبر. اكيد. اكيد. نصيحه للناس اللي حيشاهدونا خلال شهر رمضان المبارك، شنو حاب تنصحهم اللي قاعدين يعنفوا في اطفالهم؟ والله يحاولوا انهم رباية العيل تبدا بالبيت ويحاولوا انهم ما يعصبوش لان شهر رمضان شهر كريم ونتمنى الناس ما تعنفش صغارها. وهذا الحين عندي بنقول لان ما نقدرش نجيب لك اكثر من هيك. الله يبارك فيك ومشكور وان شاء الله ربي يحفظك ويحفظ لك الصغيره ان شاء الله. فرصه سعيده. شفنا مع بعضنا تجربه اجتماعيه من برنامج الميزان واللي طرحنا فيها قضية التعنيف الأسري. هالموضوع لاقى استياء كبير من الشارع الليبي، وهذا الشيء فعلاً يعانوا منه الأطفال داخل المنازل. كل ما يطرح فيه برنامج الميزان في الشارع أحياناً ينقل من داخل المنازل. ومن هذا المنطلق خلوا في بالكم كلمة واحدة: إن لم يكن هناك خطأ لن يكون هناك صواب. مع السلامة. شيء بميزان بالعدل ما يطغى إنسان على إنسان. ربي خلق كل شيء بميزان بالعدل ما يطغى إنسان على إنسان. واليوم الشرف القلم صرنا بدون احساس عشنا وهم كثير.